وحانو هدا ويرينا أرضي كمدة أرضي ذا وأسوق إن شاء الله تعالى كلمة عربية ووعظية والله سجين دون إن شاء الله. ولا تفضل ويعقوب داهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. عباد الله، اعلموا علم اليقين أن الله قد أنعم علينا بنعم كثيرة، منها نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، ومنها نعمة المغفرة، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. فأنا أذكر لكم قصة جميلة تؤثر القلب، وهي قصة إبراهيم ابن أدهم مع أحد الشباب في عصره. اسمعوا وعوا، فإذا وعيتم شيئا فانتفعوا. يأتي إلى إبراهيم بن أدم شاب قد أسرف على نفسه في المعاصي وفي الذنوب والآثام، يأتي إلى إبراهيم بن أدهم يقول: يا إبراهيم، أنا شاب أفعل الآثام وأفعل المعاصي، ما تركت ذنبا إلا واقترفته، عذني يا إبراهيم وأوصني. قال له إبراهيم بن أدهم: أوصيك 5 وصايا، إن استطعت أن تأتي واحدة من هذه الوصايا الخمس فاعص الله في أي مكان ولا تخاف من عذابه وأليم عقابه. نظر ذاك الشاب إلى إبراهيم بن أدهم، قال: هات الوصايا يا إبراهيم، هات الوصايا يا إبراهيم. قال: الأولى، إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن لا تبقى على ملك الله. فكر ذاك الشاب وأمعنا في تفكيره: لا أبقى على ملك الله؟ أي مكان ليس لله جل وعلا؟ أي مكان ليس لله جل جلاله؟ يا إبراهيم يرحمك الله، الله يملك كل شيء. قال: يا سبحان الله، في ملكه وتعصيه؟ قال: هات ثاني يا إبراهيم. قال: أما الثانية، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. فكر ذاك الشاب وأمعنا في تفكيره: الأرزاق كلها من الله، أي رزق ليس من الله؟ يا إبراهيم يرحمك الله، الأرزاق كلها بيد الله. قال: يا سبحان الله، تعصيه في ملكه وتأكل من رزقه؟ قال: هات الثالثة يا إبراهيم. قال: أما الثالثة، إذا أردت أن تعصي الله فتوارى عن نظر الله، اذهب إلى مكان لا يراك الله جل وعلا فيه، ثم عصي الله عز وجل في ذاك المكان. فكر ذاك الشاب: الله يرى كل شيء ويسمع كل شيء، يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصفات السوداء. يرحمك الله يا إبراهيم، أي مكان لا يراني الله عز وجل فيه؟ قال: يا سبحان الله، تعصيه في ملكه وتأكل من رزقه ويراك الله، أهذا شكر النعم؟ أهذا شكر النعم؟ قال: هات الرابعة يا إبراهيم، هات الرابعة يا إبراهيم. كم غفلنا عن الرابعة يا شباب، اسمع أخي بقلبك، كم غفلنا عن الرابعة. قال: هات الرابعة يا إبراهيم. قال: الرابعة، إذا أتاك ملك الموت ليقبض روحك، قل: انتظر يا ملك الموت في صلوات ما صليتها، انتظر يا ملك الموت، انتظر يا ملك الموت، عندي آثام ومعاصي وذنوب كثيرة، انتظر واملني يا ملك الموت. نظر ذاك الشاب إلى إبراهيم بن أدهم،
قال من يستطيع رد الموت إذا أتاه؟ من يستطيع رد الموت إذا أتاه؟ وربنا جل وعلا يقول أإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال يا سبحان الله تعصيه في ملكه وتأكل من رزقه ويراك ولا ترد الموت إذا أتاك ومع هذا تعصيه. قال هات الخامسة يا إبراهيم، هات الخامسة يا إبراهيم. قال الخامسة إذا أتوك زبانية النار يوم القيامة ليسحبوك على وجهك ويلقوك في جهنم قل لهم لا أنا نفسي تتوق إلى الجنة ونعيمها وحورها. قال من يستطيع ذلك يا إبراهيم؟ وربنا جل وعلا يقول عن الملائكة النار وزبانيتها عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال يا سبحان الله واسمع أخي وأخيتي، واسمع أخي وأخيتي، كيف عظم إبراهيم بن أدهم، كيف عظم الله جل جلاله في قلب ذاك الشاب حتى تاب وعاد ورجع إلى الله. كيف تعصيه في ملكه وتأكل من رزقه ويراك الله جل وعلا ولا تملك لنفسك موتا ولا حياة ولا تملك لنفسك جنة ولا نار ومع هذا تعصيه، ومع هذا تعصيه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. رنتي كلمات قيم بلا بالشيخ إن شاء الله، شيخ إن شاء الله نو خلاصينا يا بسمالنا وخلاصينا إن شاء الله. جزاك الله خير بارك الله فيك. إلهي أجر هكسيو يعقوب طاهر كنتي أرضي قاس عريوك وخد بيني وأرضي لوغو بلاوي فربرشادة بلوغة لغة عربية معدك إلهي ومهادسك سبحانه وتعالى هذا نوح كتيرا رقا جمعوينك عربنين خد بيا قار كميدا أرضي معدك لكتا وحي بلاوين مساجدة قار كود إني خد بدا جمعادك خد بيان بي بلاوين الحمد لله. كلمة واحدة جاي ونسيه هنتي كلمة واحدة هي آدي آد إيموشنالي قلبك أتعبنا إيسا أو ننسلف كي كميد أويل دلني يرى أكواني لكن واحد آد يسوي شيء تي هذا الكي أكبر أيوة اسمع ووعو وإذا سمعتم فعملوا يعني مقلة دقيستة أحد النبوة إلي أو مركز هدنا آد دقيستان ومقشان هاي سكتورنين كو عمل فلا ويل بأوي مد شيء خاص وحكو يري إيه نصيحة مركو وحو يري شان شي بانكو نصيحين شان تا شي هدي آد سمين كرتيد إلهي كو عاصي ما شافتي لك هدادا سمين كرين آدا كسو بيح كرين هدي إلهي كو عاصين سبحانه وتعالى ميد أوريس وحي أهي إلهي كو عاصي ما شافتي لكن ملكي إلهي كهوصبح ملكي إلهي إلهينا سبحانه وتعالى وملك يوم الدين ومالك الدنيا والآخرة إساقا ملكي ودن إسكالا بقرك الدنيا والآخرة مرك قف ليه كرا إلهي سمدي سيقول كسان دين يا ملكا إلهي كسو عاصين يا هدادا ملكا آدي كرين هذا إلهي كو عاصين تاوا ميدا كواد بأهي تنلباد وحي أهي إلهي كو عاصي دارتيد لكن رزقي إلهي أضاف رزقي إلهي كعوني رزقي أرزاق إلهي فرح وقال يا أرزاق ده نصية إلهي بان نصية سبحانه وتعالى الرزاق مركا هدي إلهي كم مارمين إلهي نواتو يري إذن كدوني ميو ماري رزقي يا أن تطعمون إلا إنا عابد يا ما أريد منكم من رزق يا وح رزقي وأن كجبها نملو إلهي سبحانه وتعالى مرك إله إن لعابد سبحانه وتعالى هداد كل جس إن عابد بواجبه مرك هداد رزقي سكوت دين كريم هداد إله يكون عاصين تنصد حد هداد إله يكون عاصين يسيد إله إسكقري مير أصلا كأركين تج إلهي سبحانه وتعالى وحوجي دابويري قرآن شذا مدو يرتقى إهابين مجدئة دغح مقدي هوستيس كوچرت الهي واو جيدا سبحانه وتعالى الهي عيد اسك قرين كرت الباب كاستحرو نال كاستدنسو ميل كاست الهي واو جيدا سبحانه وتعالى مركا دان الهي اسك قرين كرين الهي مرنا كو عاصم ويلكي و خيير مركا هي بلكين ميد افرادنا كين بوي تي افراد وحي يري هدي ملك موت كو يمادو وحد كو تيرهدا ملك موتو
ikaadi bal aan amal soo sameeya markii hore waxaan iska aanin dhalinyaraayo bal wad iska loo meelaha iska duulduula bal hadda wax yar ikaad give me time aan soo tukado soo salaado waalidkay adeecay malkamood miyuu ku deynaya ilaahay wixii naf walba ajal bay leedahay ajalkeed markuu yimaadana daqiiqadna ma hormarayso daqiiqadna kaan dib dhacaysa buu yiri ilaahay subxaanahu wa tacaala marka haddii aad malkamood aan aadan dhihi karin appointmentiga ii bedel ama dib iigu dhig postpone iga dhig haddaba ani time buu ku iman karaa malkamoodka ilaahay subxaanahu wa tacaala caabud ku caasiin waa tan shanaad wuxuu yiri haddii aad ilaahay ku caasidid oo aakhira lagu geeyo naarta lagu geeyo naarta lagu geeyo aakhira naarta lagu geeyo oo zabaaniyatii jahannama malaa'ig zabaaniyada waxa weeye malaa'igta aada u adag oo naarta ka shaqeyso ilaahay uu yiri qilaadun shidaad laa yacsuuna allaha maa amara waa malaa'ig manaxayaal ah oo maanta o dhan hadduu qofku cabaadayo orinaxo warla wax yar iga kaadsi lagama yaabo ilaahay wixii laa yacsuuna allaha maa amara ilaahay wixii dadka cadaaba ha u nixinina lagama yaabo marka inay naxaan oo qof ay u naxariistaan lagama yaabo marka haddaad malaa'igtaas aadan dhihi karin waa aadan waxbaa idin siinayaa xoogaa iga dabciya haddaba waxa weeye intay goori goorta ilaahay ku caasin weye macna marka ilaahay khayr ha siiyo ardaygii yacquub runtii kelimad waxay ahayd aad iyo aad maaragtay maaragtay noo taabatay qalbigeena taabatay waanana iyadaa noogu filan.